السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ النهاردة هناخد فصل قصة جديد وهو الفصل الثاني. كنا خدنا قبل كده الفصل الأول، وقفنا عند آخر حاجة إن أسامة وأخته سقطوا من على فوق الحمامة، وإيه وسقطوا في قاع الإيه؟ في قاع البحر. تعالوا نشوف بقى أسامة وأخته هيشوفوا إيه في قاع البحر. أول حاجة أسامة وجد نفسه هو وأخته في قاع البحر الأحمر، تمام؟ طيب بعد كده يشوفوا حديقة عجيبة. وصف الحديقة إن هي بتشبه الأشجار المصنوعة من مادة صخرية صلبة مختلفة الأشكال والألوان، في ألوان منها أصفر وأحمر وبرتقالي وأبيض وبنفسجي. يبقى أسامة وجد نفسه هو وأخته في قاع البحر، تمام؟ طب وصف الحديقة العجيبة اللي هم كانوا فيها، قلنا إن هي حديقة تشبه الأشجار المصنوعة من مادة صخرية صلبة مختلفة الأشكال والألوان، منها ألوان أصفر وأحمر وبرتقالي وأبيض وبنفسجي، تمام؟ أسامة كان بيعمل إيه في هذه الحديقة؟ كان يتحرك في هذه الإيه؟ الحديقة. طيب بعد كده هيقول لي، هيتكلم عن حيوان اسمه حيوان المرجان. حيوان المرجان ده يعيش في البحر الأحمر ويصنع المستعمرات المرجانية، خلاص؟ يبقى ممكن يقول لك سؤال، ماذا تعرف عن حيوان المرجان؟ أقول له إن هو يعيش في البحر ويصنع المستعمرات المرجانية، تمام؟ برضو أسامة كان في هذه الإيه؟ المستعمرات كان إيه؟ كان يتحرك فيها. طبعا لما سقط أسامة وأخته طبعا ما نزلوش في نفس المكان. أسامة كان هو أسامة سقط في مكان وأخته في مكان آخر، فأخذ أسامة يبحث عن أخته أماني في وسط هذه الحديقة ووسط الإيه؟ المستعمرات المرجانية، تمام؟ أسامة بدأ بعد كده عشان يدور على أخته، جات له فكرة إن هو شاف قدامه سمكة كبيرة، فقال جات له فكرة إن هو يركب على ظهر هذه السمكة ليبحث عن أخته أماني. يبقى الفكرة اللي جات له أسامة إن هو يركب على ظهر سمكة كبيرة ليبحث عن أخته إيه؟ أماني. طيب طبعا السمكة دي قلنا سمكة كبيرة، وقلنا إن أسامة تحول حجمه إلى حجم عقلة الإصبع. طيب السبب اللي خلى إن السمكة لم تشعر بأسامة، لأنه كان صغير جدا، مثل حبة البندقة أو حبة من حبات الفول السوداني، تمام؟ أسامة هيمشي مع السمكة دي في قاع البحر، وهنشوف دلوقتي هيشوف إيه في قاع البحر. أول حيوان هيشوفه هو حيوان الأخطبوط. وصف حيوان الأخطبوط إن هو حيوان بحري عجيب لديه 8 أذرع، هذه الأذرع تتحرك في كل ناحية. طول الذراع من كل هذه الأذرع حوالي 4 أمتار، تمام؟ يبقى أول حيوان أسامة هيشوفه هو حيوان بحري عجيب له 8 أذرع تتحرك في كل ناحية، وطول الواحدة منها حوالي 4 أمتار، تمام؟ طيب أسامة كان سبق ليه إن هو شاف هذا الحيوان، كان شافه في فيلم اسمه مغامرات موجة بحر، تمام؟ طيب في هذا الفيلم أسامة شاف في معركة، المعركة دي كانت بين الحوت والأخطبوط. خلاص انتهت هذه المعركة، ان الحوت انتصر واكل الايه؟ الاخطبوط، تمام؟ دي المعركة اللي اسامة شافها في الفيلم، مش شافها في قاع البحر. طب اسامة بقى فجأة شعر بالسعادة، ايه السبب؟ لما رأى حوتا ضخما بيقترب من ناحية الاخطبوط، فحسب ان هو هيشوف نفس المعركة اللي هو شافها في الايه؟ في الفيلم، خلاص؟ يبقى شعر اسامة بالسعادة ليه؟ عندما رأى حوتا ضخما يتجه ناحية الاخطبوط، فحسب انه سيرى المعركة التي تمنى أن يراها في قاع البحر. يبقى لما يجي يقول لك إيه المعركة التي شاهدها أسامة في قاع البحر، مش معركة بين الحوت والأخطبوط، لأن المعركة اللي شافها بين الحوت والأخطبوط كانت في فيلم مغامرات موجة بحر، تمام؟ طيب إحنا قلنا إن الحوت يقترب إيه من الأخطبوط، فجأة الأخطبوط هيعمل حيلة عجيبة جدا عشان يهرب من إيه؟ من الحوت. الأخطبوط هيخرج من جسمه مادة كالحبر تخفيه عن الإيه؟ عن الأنظار، وهيفلت من مين؟ من الحوت. يبقى يجي لك سؤال، كيف أفلت الأخطبوط من الحوت؟ هتقول إن هو أخرج من جسمه مادة كالحبر انتشرت حوله في الماء وأخفته عن الإيه؟ الأنظار، تمام؟ طيب الحوت وهو بيلف فجأة ظهرت سمكة، السمكة دي متوحشة جدا، طولها حوالي 4 أمتار ولها طرف مدبب كالسيف، طوله متر تقريبا. السمكة دي تسمى سمكة ايه؟ سمكة ابو سيف. لما يبقى لما يجي يقول لك صف سمكة ابو سيف، طولها حوالي 4 أمتار ولها طرف مدبب كالسيف، طوله متر تقريبا، تمام؟ المعركة بقى فعلا اللي هيشوفها أسامة هي معركة بين الحوت وسمكة ايه؟ ابو سيف. سمكة ابو سيف اخذت تهجم على الحوت وتطعنه بسيفها طعنات ايه؟ هائلة، واشتبكوا في معركة. يبقى لما يجي يقول لك ما المعركة التي شاهدها أسامة في قاع البحر، هتقول له معركة بين الحوت وسمكة ابو سيف،
تمام. بعد كده أسامة برضو بيظل إن هو بيبحث عن أختيه، وبرضو مفيش أمل إن هو إيه مش لاقيها. تمام. بعد كده هيلاقي حركة غريبة في الماء، والأسماك بتجري وهي إيه خائفة. سبب خوفهم إن هما شافوا سمكة أبو منشار. سمكة أبو منشار طولها 6 أمتار ولها طرف كالمنشار طول 200 تقريبا. طب هذه السمكة بتعمل إيه؟ ليه الأسماك خايفة منها؟ قال لك إن هي بتهجم على الأسماك وبتضربها بهذا المنشار، خلاص، فتمزق أجزاءها يعني بتقطعها، ثم إيه؟ ثم تأكلها. حتى السمكة التي كان يركبها أسامة لم تفلت من إيه؟ من طعنات سمكة أبو منشار، ومزقتها نصفين. تمام؟ طبعا أسامة هرب منها إزاي أو أفلت من الموت بأعجوبة إزاي؟ أخذ يتقلب في الماء حتى ابتعد عنها. تمام؟ يبقى أسامة نجا من الموت، ولكنه فقد السمكة الكبيرة التي كان يركبها. طبعا أصبح يتنقل في الماء بصعوبة. الأول كان بيتنقل بسهولة لأنه كان يركب على سمكة كبيرة. طيب بعد ما فقد السمكة إيه اللي حصل له؟ أصبح يتقلب في الماء بإيه؟ بصعوبة. تمام. طيب قعد بعد كده أسامة طبعا كان حزين وقعد بيفكر ان هو ايه هيلاقي اخته ازاي. فجأة حس ان في حركة شديدة جدا في الايه في الماء. تمام. لقى ان ماء البحر بيتحرك تحرك كبير جدا. اخذ ماء البحر يضطرب اضطرابا شديدا. طيب وشاف ايه؟ شاف اشباح سوداء. ايه يا ولاد الاشباح السوداء دي؟ الاشباح السوداء دي هي عبارة عن انابيب ضخمة موجودة في ايه؟ في قاع البحر. بعد ما نزلت الانابيب دي نزل ورائها غواصين، بعض الغواصين. طب هما نازلين ليه؟ قال لك نزلوا عشان يطمنوا على سلامة الأنابيب دي، ويطمنوا إن هي استقرت في قاع البحر. فجأة أسامة هيسمع صوت، هيبص هيلاقي صوت إيه؟ صوت أختي أمامي. وبكده يا ولادي يكون الفصل الثاني بتاعنا خلص، وأشوفكم المرة الجاية مع درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.